بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انتهت منذ لحظات مباراه قويه جدا ما بين فريق نهضه بركان وفريق ابو سليم الليبي، ماتش القمه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وخمس اهداف حصلت هذه المباراه. ولكن الحقيقه الحلو دايما ما يكملش، الحلو دايما ما يكملش. يعني بعد انتهاء المباراه وبعد هدف تحديدا الثالث لفريق نهضه بركان، بدانا نشوف لقطات سيئه جدا للتعدي على الحكم المصري محمد معروف بطريقة صعبة جدا، وشد الحكم زي ما حضراتكم شايفين كده، وقر وفر وحاجات غريبة جدا، لدرجة ان الامن نزل بقى وحاول يطلع محمد معروف من الملعب بسلام، والدنيا كلها قامت ما عادتش. والجميع بيقول ان الحكم محمد معروف ظلم ابو سليم الليبي، وانه يعني صعد نهضة بركان زي ما اللاعب عمل بالفلوس وما الى ذلك. يعني تعالوا نتكلم بالكورة وبالمنطق واللي احنا شفناه بعينينا. يعني اتفرجت على المباراة وشفتها، المباراة كانت حلوة مش هقول اكتر من كده، وفي قصور عند الفريقين. يعني فريق ابو سليم الليبي جات له فرصة العمر، تقدم بهدف في الدقيقة 47، هدف روعة جدا برأسية، ثم بعد كده فريق نهضة بركان تدارك الموقف، بدأ يقف على رجله وبدأ يضغط فريق ابو سليم اللي رجع للخلف يأمن نفسه، واي هدف ابو سليم يجيبه يرجع على طول يرتكن للدفاع بطريقة قوية جدا، ويحاول ان هو يستنزف الوقت. ماشي، اسلوب وموجود في الكوره، وانت حر براحتك، عايز تدافع عايز تكمل هجوم، انت اللي انت عايزه اعمله. ولكن خط ظهر اصلا فريق نهضه بركان سيء جدا، يعني صناع عبد الحق اسال دوت وعادل عاط وعادل طاهف ومصعب وحمزه السمومي كلهم يعني الحقيقه ضعفه جدا خط الظهر كله. يعني لو انا بنطق اسم لاعب فيهم غلط اعذروني، يعني ما اعرفهمش قوي، ولكن اللي احنا شفناه باداء التغطيه الدفاعيه لفريق نهضه بركان كلها تغطية سيئة. أول ما فريق أبو سليم يقرر إن هو يهاجم بيجيب جوان. الناحية التانية برضه خط ظهر فريق أبو سليم اللي بيسيء، فأبو سليم يسجل جون يرجع يدافع، يقوم نهضة بركان جايبة جون. أول ما بتضغط النهضة تيجي جوان ضايع كتير جدا، وكان المتألق ليه فريق يعني أبو سليم هو الحارس معاذ المنصوري، ده نجم المباراة أصلا. لما تعرف إن الحارس هو نجم المباراة تعرف قد إيه الضغط كان عليه. فالمهم فريق أبو سليم سجل هدف، جه فريق نهضة بركان ضغط سجل التعادل، ثم بعد كده طبعا استمرار الضغط عم مسجل كمان هدف التقدم. فانت سيادتك انت اديته فرصه لحاجه زي كده. بعد ما فريق نهضة بركان جاب التعادل في الدقيقه 68 واحرز هدف التقدم في الدقيقه 72 بعد 4 دقائق بس، فريق ابو سليم بقى يعمل ايه؟ نضغط ونهاجم. اما قرر، لان ما كانش في وقت كبير جدا بين الهدف التعادل وهدف التقدم نهضة بركان، قرر فريق ابو سليم انه يهاجم، قام قدر يتعادل النتيجه لصالحه. رجع ابو سليم الليبي تاني يستنزف باقي الوقت ويحاول يضيع الوقت، محمد معروف بيكتب ده كله وبيأيده وبيعرف قد ايه وقت راح وقد ايه في فاولات ملهاش لازمه وقد ايه كل الكلام ده بيتكتب وبيتأيد. اما الحكم حسب 10 دقائق وقت بقى ضايع نتيجه استنزاف هذا الوقت. فريق نهضة بركان قدر ان هو يسجل هدف التعادل في كام بقى؟ خلاص قبل النهايه بدقيقه، قبل نهايه الوقت الضايع الحقيقي، يعني في الدقيقه 109. فاللي حصل ان هو بيلغي الهدف لمصلحه نهضه بركان، لمصلحه ابو سليم اصلا، يعني الفار كلمه والهدف اتلغى. طب استنزاف الوقت دوت بقى فريق نهضه بركان جه طبعا بيحتج على ان الهدف تم الغائه، ودول واقفين مع دول ودول بيتكلموا، عقبال ما الفار اتكلم وراح شاف اللعبه خد له 4 5 دقائق هوب الغاء الهدف، والمصلحه فريق مين؟ ابو سليم اساسا. يعني ده لمصلحة ابو سليم. النتيجه لسه 2-2 وابو سليم هو اللي بيقترب من الصعود، مستفيدا بانه الماتش الاولاني كان 0-0. طيب ان هو خارج الديار يعني 2-2 فعظيم، هيصعد. عوض الدقيقه ديت بكام دقيقه تانية، قام الحكم على طول مدي بقى براح للوقت اللي راح دوت اللي هم الاربع خمس دقائق، قدر فريق نهضة بركان يسجل هدف في الدقيقه 112، لان زي ما قلت لحضرتك الهدف اللي هو الثالث اللي تم الغائه جاي في الدقيقه 109، فعوضه باربع دقائق كمان. أم فريق نهضة بركان سجل هدف في الدقيقة 112. طيب ده خطأ دفاعي وتغطية دفاعية سيئة ومشاكل في خط الظهر عندك، طب الحكم محمد معروف ذنبه إيه فيها؟ أخطأ في إيه؟ جت لعيبة فريق أبو سليم زي ما حضراتكم شفتوا المنظر ده بيتعدوا على الحكم محمد معروف، كان يقدر يلغي الماتش على فكرة وحقه تماما. يعني أنتوا تبصوا على المنظر يا جماعة، يعني المنظر صعب جدا، بصوا كده، بصوا المنظر، شوف كده، أنا عايزك تتفرج وتملي عينك وتشوف هل ممكن حكم يحصل فيه كده. بص اللاعب بتاع ابو سليم بيشد الحكم ازاي، شوف الحكم، الحكم مشدود ازاي، بص المنظر ده منظر. ورغم كده الحكم محمد معروف ما لغاش الماتش، كان يقدر يلغيه ويبقى فيه عقوبات كمان، ومفترض هيكون فيه عقوبات على فريق ابو سليم.
اللي ادى ماتش حلو جدا، ولكن عيبه اللي هو كان بيرجع يدافع كتير، فيعني دي مشكله جهاز فني ودي مشكله بقى طريقه لعب، ما حدش ان هو يعني يلوم فيها محمد معروف شكري الخطوي، كان كل ما يسجل هدف يرجع يدافع. طب ما انت دفاع فريق نهضه بركان سيء، طب ما تكمل هجوم، معين الشعباني بيلعب على الهجوم، سجل وانا هسجل. فالمهم بعد الاحتكاكات ديت والتعدي على الحكم كان يقدر محمد معروف يقوم مصفر، وعقوبه على فريق كمان ابو سليم، وبرده فريق نهضه بركان هيصعد يعني. ولكن في النهايه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ادى برده وقته وعوض الوقت اللي هم ضيعوه. يعني اللي ضيع الوقت ده مين؟ فريق ابو سليم، احتجاج على مين؟ على هدف نهضه بركان. يقدر محمد معروف يقول خلاص الوقت خلص، قام عوض الاحتكاك والتعدي على الحكم نفسه اللي هو عليه هو شخصيا بست دقائق كمان اللي حصل فيهم كل الكلام ده. فلعبنا بالدقيقة 114 اللي جه فيها هدف فريق نهضة بركان لحد دقيقة 120 أو 119. طب هو حتى تعديك عليه شخصيا هو عوضه لك واداك وقت، أنت استنزفت الوقت اللي فات. لو هو حكم بقى بيتلكك وعايز يخسرك وواقف لك على واحدة ما كانش عوض لك الوقت بتاعك وأنت أصلا بتتعدي عليه، كان لغى الماتش وانتهت وخلاص وعليك عقوبات. ولكن هو اداك 4 5 دقايق انت برضو ما استغلتهمش بشكل كويس لتنتهي المباراة بفوز فريق نهضة بركان، وفي حالة طرد كمان لفريق طبعا ابو سليم الليبي اللي عنده امكانيات كويسة جدا واللي كان مفترض يكون في تركيز على الاداء اكتر من تضييع الوقت. يعني حصل طرد للاعب في فريق ابو سليم الليبي في الدقيقة كمان 119 او الدقيقة 109 109 حصل طرد. فدلوقتي انت بتتكلم على استنزاف كبير جدا للوقت وحالة طرد، وده كله تعطيل لسير اللعب. فبالتالي يا جماعة محمد معروف شوف التفاصيل الكتير وانت ممكن تتوه معايا، هتلاقي كلها تعطيل، احتجاج، فار اتدخل، لعيبة تتعدى على الحكم، استنزاف للوقت، سقوط لعيبة، ده يطرد وده يتعمل، وفي النهاية الحكم لا ليه مصلحة لا مع ده ولا مع ده. احنا على فكرة عندنا بننتقد الحكام، مفيش أي مشكلة خالص لما يكون في أخطاء، وقسما بالله لا لينا مصلحة لا هنا ولا هنا. ولو الحكم فعلا كان ظلم فريق أبو سليم الليبي كنا طلعنا اتكلمنا، ولكن ما حدش ظلم فريق أبو سليم، ده خد حقه، بقول لك اتعدى عليه وعوض الوقت اللي هو بيتعدى عليه فيها اللاعب وهما بيهاجموه، اداهم وقت يعني ايه بدل تعدي على الحكم، ما شفتهاش قبل كده. بدل تعدي يعني المفروض بدل ضايع، ده ما ضاعش، ده بدل تعدي على الحكم محمد معروف، فخدت حقك تلت ومتلت، ولكن طريقه اللعب ما كانتش جيده وكان في تركيز على الاحتكاكات وتضييع الوقت بطريقه اوفر جدا. فبالتالي نقول هارد لك لفريق ابو سليم، اداكم كويس ولعبتكم مش وحشه وان شاء الله تعوضوا، وكان مفاجاه كبيره جدا اصلا الاداء دوت وتسجيل اكتر من هدف، ولكن كان مفروض يكون في شغل هجوم اكتر من كده مستغلا الحاله الدفاعيه لفريق النهضه البركانيه اللي مبارك صعوده وملاقات فريق اتحاد الجزائر اللي فازوا كمان بنتيجه 2 لا شيء على فريق ريفرز يونايتد. وبالتالي فريق نهضه بركان واجه لواجه مع فريق اتحاد الجزائر، ماتش هيكون قوي جدا، والزمالك زي ما حضراتكم عارفين مع فريق دريمز ان شاء الله الغاني، ان شاء الله بامر الله يعني يكون نهائي كده باذن الله الزمالك يكون طرف فيه، واللي يفوز نقول له مبروك سواء نهضه بركان او اتحاد الجزائر، وان شاء الله بامر الله كزملكاوي اتمنى البطوله زملكاوي. تحياتي واحترامي، استنى رايكم برضو. السلام عليكم.